هادي الفلوس يا بيه ليه عايزين نعاود على الحبس تاني؟ يا لطفي احنا مش بنك ولا خزينه، وبعدين الراجل صاحب الشيكات ما جاش عشان ياخد الفلوس ويتنزل لك عن المحضر. وانا ذنبي ايه يا بيه؟ ده انا اخويا غلب لما جمع الفلوس عشان ما باتش في الحبس اكتر من كده. حاضر يا لطفي. عسكري تروح معاه يسيب الفلوس امانه في خزينه النيابه وتجيب وصل عشان بناء عليه هفرج عنك للصبح. ربنا يستر اصلك يا بيه. وحاول بقى تخلص مشاكلك الماديه، انت عارف الشيكات مفيش فيها هزار. بس انا اطلع من هنا ربنا يحلها باذن الله. انا عارف مين هو اللي لازم اراضيه. يا ريت تراضيه لطفي. مصلحتك معايا عسكري. شريط المواعظ اللي كنت بتشغله لي. بلاش تزرع حشيش يا همام، بطل الزرعه الشيطاني دي. انت دلوقتي اللي جاي تقول لي نزرع حشيش؟ مش بخاطري يا همام، مش بخاطري. وين غصبك يا صاحبي؟ ايه اللي جبرك على كده؟ ما قدرتش اقول لا، لو كنت قلتها كان سلم لو راجل واخدها علي الحكومه وطفش هو على بلده، وقتها الخراب كان هيعم علينا كلنا. يحط عليك انت، لكن يحط علي انا ليه؟ انا ما عنديش حاجه بخاف عليها في سواد. خلاص قول لهم يعملون الحالي والبركه فيك انت. هما جايبينك هنا علشان يهددوك براحتهم، لكن انا محدش يقدر يهددني. قصر الكلام ونقطع فرطه. هتحط يدك في يدي عشان ما يغلبوناش ولا تتصرف على هواك. شوف يا كبير ناسك، أنا لو حطيت يدي في يدك الكلمة هتبقى كلمتك والشورة هتبقى شورتك، وأنا عيب أكون كبير عيلتي وأمشي على هواك ولا إيه؟ خلاص أنت حر، بس إياك تطلب مني أي مساعدة، وخلي الخواجات بتوعك ينفعوك. هينفعوني يا مناع، هينفعوني، ولو ما نفعنيش أبقى أزعطهم برا الناجع. اتفقنا، بس في حاجة تانية. قول. هي الشنطة بتاعتك وصلتك ولا فيها حاجة ناقصة؟ شنطة؟ مفيهاش حاجة تخاف عليها. كيف؟ دي فيها برشام من نوع جديد. ايه؟ ما استحملتوش؟ أنا عرفت إن حديثك كان صح، إن أنا كنت واهم نفسي بالكذب وعلاجي اللي معاه قلبي. بالإذن يا صاحبي. على فكرة حضرتك جالي اختار من البنك بإضافة 200,000 جنيه على حساب المزرعة. كان المفروض يتحطوا في حساب مناع بيه. عموما مفيش مشكلة، أنا هحولهم. ويا ترى دول من حساب مين؟ لطفة بالقمصان؟ أكيد مش صدقة، ده اتفاق بين مناع بيه والخواجات. إحنا مالناش دعوة. ما ينفعش تدخلوا. أوعي كده، بص على حرمة. إيه ده؟ تاني يا أبو القمصان؟ واو ده استهانة، إحنا عايزين مناع جوزك عشان نصفي حسابنا معاه ونرجع له كل فلوسه. وناخد منه الشيكات اللي على لطفي. ويا دار ما دخلك شر، وكفايه بهدله لحد كده، لان البهدله دي انا مرضاش بيها، ده غير ان هي عيبه كبيره جوه في حق عيلتنا. صدقني مناع بيه مش في سوهاج خالص، والاهم ان مناع بيه ملوش اي علاقه بالشيكات هنا ولا له دخل بالشيكات بتاعتك. وانا الكلام ده ما يخلش علي، لاني راصد الفلوس من ساعه ما خدهم حمدان واداهم للخواجه، ورحت وراه على البنك لحد ما حطهم في البنك باسم مناع بيه جوزك. كذاب وعيب، عيب معلم كبير يكذب. لو عايز تعرف الحقيقه اسال الخواجه. خواجه ما خواجاش، المهم في الاخر الفلوس راحت لجوزك، وهو اللي يقدر يوقف البهدله دي. وان كان غرضه يأدبني عشان طولت لساني عليك، فانا بقول لك يا ست اني محقوق لك قدام كبير عيلتنا. قول لجوزك الفلوس عندي عشان نخلص بالمعروف، ويمين بالله لو راح قدم الشيكات للنيابة تاني ما هيحصل طيب، وأنا لما أقول كلمة ما برجعش فيها تاني. سمعاني؟ السلام عليكم. مبروك يا مناع، ابتدينا حفر الأساس وقريب نصب الخرسانة. تعبت معاه كتير يا عمر يا جوز أختي. ولا تعب ولا حاجة. نسمة كانت قالت لي على حاجة. قالت لي إن يكون عندكم بيت من بابه.
ويبقى كانه تبع البيت الكبير. ما عنديش مانع، اجله لما ربنا يكرمكم بعيل ولا اتنين يتربوا وسطينا. يعني ابلغ المهندس المجاول؟ اكرى الله. ما اقول لك ايه يا عمر، هي فين الشيكات اللي كنت اديتها لك؟ ها؟ لكن ليه؟ مصاريف المباني كتير، ولطفي جاب كبير عيلته وتعهدوا وسددوا الاقساط بداله. اقول لك ايه، فلوسك كنت حر فيها، كفايه ابو القمصان يعيش مديون وسط عيلته ومش بعيد يبيع لهم املاكه كلها. وانا قلت كده برضك، وكفايه لحد كده، ومفيش داعي اساعدك تقتله، خصوصا ان ما عنديش باينه انه قتل مرتك. هو كان وكيل النيابه لقى باينه وسابه، لكن انا عندي البينه. هو اعترف لي وقال لي اللي معاك يعمله. شفت غلط عينه؟ عشان كده حاولت تقتله وسط ناسه؟ وما قدرتش، وضربوني وبعدها اتصلت بيك. اهو ده اللي خليني مش متاكد، لاني جيت لك المستشفى في الاخر وجيبتك وجيت على طول من غير ما اسالك. تقصد انك مش مصدقني في اللي قلته يا مناع؟ مصدقك، وعارف ان في طار ما بينك وبين لطفي ابو القمصان، لان لما جبت له سيرتك الخوف بان في عينيه، بس مش خوف القاتل. امال خوف ايه؟ خوف المقتول؟ خوف الزاني. الطار اللي ما بينك وبين لطفي ابو القمصان لانه كان في حاجه بينه وبين مرتك. حرام عليك يا مناع، كفايه خوض في سيره الاموات. اقعد، انا عرفت كل حاجه يا عمر، وعرفت من اهلك ليه بتهرب من العار. فضايح مرتك مع لطفي ابو القمصان خلتك تفكر تضرب عصفورين بحجر واحد، تقتلها بيدك وتتهم عشيقها وتستغل شكواها القديمه ضده عشان تبعد الخيانه عنك. شكلك صدقت الكلام اللي قاله ابو القمصان لوكيل النيابه. لان هي دي الحقيقه يا عمر، انا متاكد ان انت اللي قتلتها ورجعت شغلك في البلد التانية واستنيت الخبر يجي لك عشان تبعد التهمه عنك، والناس اللي معاك شهدوا في صالحك. قول يا عمر، قول، انا معاك مش ضدك. مكان يا مناع، لو دي كانت مرتك مش كنت هتولع فيها بنار؟ كان لازم اقتلها واخلص من نارها، كان لازم اقتله هو كمان، لكن ما طلتهوش وطقتش اعيش معاها في بلد واحده. انا مش نيابه ولا حكومه عشان احاسبك على قتلك لمرتك القديمه، لكني بصفتي اخ ومرتك الجديده من حق احميها. كلام ايه ده يا مناع؟ انا مش قتال قتله، انا قتلت عشان عرضي وشرفي. يا اخي اولى بيك من انتقامك وقتلك لمرتك انك تطلقها، ولا تسيبها تصبر عليك لحد ما توقع في الغلط؟ قصدك اصبر انا عليها مش هي اللي تصبر علي. اقصد اللي قلته، ولنفس السبب ده عايزك تطلق نسمه وبجزره وقطبها جحش. أنا عارف إنها لا يمكن توقع في الغلط، بس برضك من حقها تعيش وأنت فاهم. فاهم إيه؟ هي قالت لك إيه؟ أنا طبيعي وزين و... معلش تسمع كلام تاني يا عمر. نسمح هتطلقها طلاق باين عندي المأذون بلا رجعة، والطلاق ده هيفضل سر بيني وبينك وبينها، وقدامك فرصة لحد ما نبني هنا، وطبعاً ما هينفعش تعيش وسطينا. هي حصلت لحد كده؟ مديت عمري كله للأرض دي، بعد الطلاق نقعد ونتحاسب يا واد عمي، ولو لك حقها هتاخده، ولو عايزنا ننزلك معاه شغل في سوهاج ما عنديش مانع.
شقتي القديمة حاسبها لك، وكيف ما كنت مخلص معاي هكون مخلص معاك. كتر خيرك يا صاحبي، أنا هقوم أغير خلقاتي عشان نروح للمأذون. مينفعش أقعد هنا ولا يوم واحد بعد كده. يا هان الكلام دي اسمع، أنا هعمل عملية استكشاف للأرض. بلاش دلوقتي يا حضرة الضابط، أحسن الأهالي يحسوا بحاجة ويعرفوا إنك مش المحاسب بتاعني. إياك أسمعك تقول لي حضرة الضابط ده حتى لو بينك وبين نفسك. أنا اسمي الأستاذ نبيل المحاسب. حاضر يا أستاذ نبيل، حاضر. لازم أشوفهم بيزرعوا إيه في الأرض دي وأدرس طبيعة المكان. ده شغل. ربنا يستر يا باشا، ربنا يستر. يعني مفيش فايدة تراجعوا نفسكم؟ كل شيء نصيب يا مولانا. طب يرمي عليا يمين الطلاق. انت طالق يا نسمة. انت يا نسمة انا خدت كل حقك. وابصم كمان، انا مش عايزة منه حاجة. انت يا عمر وربنا يعوض عليكم. أنا ممكن أعدي عليك بعدين يا مولانا عشان ناخد الجساية. يلا يا نسمة. هنحصلكم العربية يا ولد. أنا والله حاجة تانية يا مولانا. وأنتوا بعد أسبوعين خذوا الجساية. في أمانة ليك معايا يا عم ناجي. الفلوس اللي حطناها في البنك لحساب المباني ده شيك بالفلوس دي باسم مناع. ليه كده يا عمر يا ولد؟ كان حصل ايه لي ده كله؟ أهلي في خطر في سوهاج، لازم أعيش وسطيهم. نسمة منهاش مكان وسط الخطر. طيب ايه قولك يا باشمهندس؟ لو نستناك لما الخطر يزول وترجع لها. مبنلهاش رجوع يا عم ناجي، مبنلهاش رجوع. خد يا عمر ده شيك بربع مليون جنيه، حقك في شغلك معانا السنين اللي فاتت كلها. انا حقي 150 بس، اخصم شبكه ومهر. يا سيدي دي كانت هديه لاختي. انا عارف ان مصاريفك هتبقى كتير لانك هتبتدي من جديد في سوهاج. انا اديت عم ناجي شيك ببقيه حساب المباني. من حق. عايزك اول ما توصل على سوهاج تروح لمرتي تديها الجواب ده. اوعى تنسى يا عمر، ده مهم قوي. وعايزك انت وراكب القطر تفكر في الوظيفه اللي قلت لك عليها. والله متحير يا مناع، لسه ما فكرتش انا هعمل ايه. انا اقول لك تعمل ايه؟ تقبل الوظيفه وتقعد في شقتي القديمه لحد ما تراجع حساباتك وتحكم ضميرك. ضميري؟ انا هرد عليك بحاجه واحده. العجز جالي بعد ما قتلتها، مش قبل ما قتلها، لاني كرهت صنف الحريم. عن اذنك يا مناع بيه. لاول مره تخميناتك تطلع في شنك يا احمد باشا. أنا مش عارف أنت حاطط مناع ده في دماغك ليه. واضح إنه راجل طيب جدا ومش لاقي ضده أي شبهة. لا يا ست اطمني، أنا بخير. ما أقول لك، أنا بعت لك الشيكات في جواب مع المهندس عمر. يلا خلينا نخلص من موضوع لطفي القمصان ده. لا ما هو عمر خلاص ما بقاش جوز أختي، يعني حصلش نصيب واتطلقوا. الحمد لله انهم طلعوا من بعض بالمعروف. ماشي سلام. كان لازم تقول لمرتك على كل حاجه كده يا مناع. كان لازم اقول لها عشان ما تتعاملش معاها على ام جوزك.
يلا يا ولد اعمل لك همه، عايزين نلحق المقاول ورجالته ونشوفهم عملوه في الارض. كنت شايل عني هم تقيل يا عمر، خساره. يا ريت ما كان يتجوزها وفضل على حاله. ما تبطل ابوك عليا، كاني كنت سبب في اللي حصل. لا يا بنتي، انت ما عليكيش اي لوم، ربنا قادر يعدل حظك العفش ده. ربنا كريم. يا اهلا وسهلا، احنا جينا حسب الميعاد، شنطه الفلوس في يدها هي. ايوه تفضلوا، انا مستنياكم. اهلا وسهلا. ايه ده يا ست هانم، كل دول تتعبيهم عشان يحضروا حاجه خصوصي زي دي؟ مفيش حد منهم غريب، دول قرايب. احنا عارفين مقامك يا ست هانم، وعارفين اصلك وفصلك، وبعدين احنا ما جايينش ناويين على شر، احنا كل اللي احنا عايزينه نخلص الموضوع ونخلصه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا المهندس عمر من طرف مناع بيه، معايا امان. هي فين الامان؟ سلمها لها قدام بيد. لحظه واحده. ايوه هانم، الباشمهندس عمر وصل. معرفش فيه ايه. طب انا عندي ناس بس قاعده معاهم جوا، هخلص منهم واقعد معاك على طول. عن اذنك. اتفضلي. هي دي شيكات لطفة بالقمصان؟ انت عرفت من ايه؟ القدر. القدر هو اللي سامني. الحمد لله اللي جيت في الوقت المناسب. رايح فين يا باشمهندس؟ هشتري سجاير من تحت وجاي. وشنطتك؟ الدار امان، راجع تاني. كده الفلوس تمام يا فندم. خد راجع شيكاتك كلها، سلمهم بنفسك يا بابا. اتفضل. خد يا لطفي شوف شيكاتك وتأكد منها كويس. الموضوع متهيألي كده خلص، مالكمش حاجة عندينا. يا راجل احنا مفيش بينا غير المعروف. المعروف للي يستاهل المعروف. انت بعد ما تجرجر ولد اخوي في النيابة زي الحرامية والمجرمين جاي تقول لي معروف؟ احنا اللي بينا حق عرب ولازم ناخده. حق عرب؟ ده المفروض تدفعوا لنا الفلوس وعليها فوائدها، مش تقول حق عرب. شوف يا بنت الناس، انا ماليش كلام معاكي، انا حسابي مع جوزك مناع بيه، لازم اعلمه كيف يحترم ولاد الناس، لان كان المفروض قبل ما يروح النيابه يروح لكبيره ويشوف حيجيب له حقه ولا لا. يعني كنت جبت لي حقي من لطفي يا كبير لما جيت لك وشكيت لك منه؟ عمر مهران لسه عايش؟ لو كان عمك بيحكم بالعدل جاب لي حقي، لكن يا كبير بدل ما تحكم بالعدل وتديني حقي حميته وفرحت بوساخته. حد كان قال لك اتجوز واحده فاجره تجيب لكم العار؟ عارها غسلته بدمها، لكن مش من العدل انها تذبح واللي غواها يعيش متهني. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حسابي مع اللي غوى مرتي، لو حد قرب مني هقطع رقبته. سيبه يا عمر ارجوك، ما توديش نفسك في داهيه، انت لسه قدامك مستقبل. بعد انا ما فيش دخل، انا عشت عمري مستني اللحظه اللي هاخد فيها بطاري عشان سبوك تسحبه من وسطينا زي الخروف. اسمع انا بقولها لك اهو، لو مسيته يبقى جنيت على اهلك وناسك. انا بايع روحي ومش باكي على حد. مش حنسيبك تاخده من وسطينا، ولو حصلت ان شاء الله اقتلكم انتوا التنين. يطلع بيه يذبح قدامكم. تطلع بيه كيف؟ انت اتجننت؟ روحك هي اللي هتطلع يا ولد مهران. اي جلس كل الدنيا دول بسرعه. انا بسلم نفسي يا حضره الضابط، بعترف ان انا اللي قتلت مرتي، انا تحت امر الحكومه، بعد شهادتي لي خلاص. الو رئاسه، في جانب يتقدم شركه مناعه، محتاج قوه اسناد بسرعه.
شاي اجدع حاجه يكتب المش. اتفضل يا استاذ نبيل. الف شكر يا بكري، انت طيب قوي ابن حلال. الله يخليك. بس انت ليه ما اكلتش مع العمال وجيت تاكل معايا جوطه ومش؟ انا ما بحبش اللحمه الضاني من ساعه ما ذبحوا الخروف وانا مش طايق ريحه الموقع هنا، خصوصا لما ابتدوا يسلقوه. على كده هتحرق قلبك بالمش. البركه فيك بقى، تجيب لنا نص فرخه، حته ارنب، ويا سلام بقى لو تجيب لنا حته حشيشه نكمل بيها السهره. لا ما حدش في عيلتنا بيشرب الحشيش، لكن عيله البندريه ايوه. وهي عليكوا عيله البندريه قاعدين فين؟ اقول لك انا قاعدين مؤقت في الصحراء لحد ما نبني بيوت جديده للعيله. اهلا اهلا يا باشمهندس مناع، سامحني اني بسال، يعني اصل مش شايف حد فيكم غير ابن عمك بكري. احنا فضينا الارض عشان تقعدوا براحتكم من غير يعني محارمنا تتكشف على حد منيكم. في دي عندك حق، الحرص واجب. استاذ دبيل ما يحبش لحم الخرفان، شكله كده مش هيلاقي حاجه ياكلها. هو في حد بيشتغل في طائفه المعمار من غير ما يحب الضاني؟ انت اكيد مش منيهم. الحقيقه ايوه، دي اول مره اشتغل معاهم. اصلا انا ليا اخ بيشتغل في المجلس المحلي، هو اللي شاف لي الشغلانه دي. عموما انا بدلة كتير للبندر والجنة، هبقى اجيب لك الوكل اللي يعجبك، بس يلا اعملوا انتوا همه كده وخلصوا رمي الاساس. محددين المسلح قربوا يخلصوا، من بكره هنبتدي في رمي الخرسانة. الحمد لله. يلا يا بكري اركب العربيه مع عمك وبنت عمك، هنروح كلنا. سوانك في الاستراحه. وانت يا باشمهندس نبيل الارض ارضك، خد راحتك. سلام عليكم. والله ما انا عارف لزومها ايه العطله دي. يلا مناع يا ولدي. وهو جاب بكري معالي، هم هيهملوا الارض وحديها؟ هنشوف. اتفضل قدامي. واه مالك يا مناع، عصام جاي مني ليه؟ طمني الاول، قلت حاجه للمحاسب عنينا؟ حاجه زي ايه؟ احنا كنا بنتحدث عن الوكل والشرب. الحمد لله اني لحقتك. اركب اركب يا ناصح. عمل ايه الولد ده؟ غلقتني في ايه؟ المحاسب ده ضابط في المديريه، انا اعرفه زين، قابلته قبل سابق وكان بيقول ان هو تاجر مخدرات، والد نمر الطيب. يعني ايه؟ يعني في حد حاطط عينه علينا؟ ده اكيد العميد احمد سعيد، وطالما رجليه خطت هنا يبقى لازم ناخده بالنا يا عمي، ومفيش نفر يعتب هنا من النجع الا لما الاغراب يطلعوا ويخلصوا المباني. طب ومين اللي هيراعي مصالحهم يا ولد لحد ما يخلصوا؟ انا وانت بس يا عمي، معيش حد يعرف من النجع، وربنا يستر. اركب يا ولد. وعيلتي دي شكلها ايه يا سياده العميد؟ اكيد حلبيه ملهمش اصل، والا ما كانش ينكر وجودهم السنين دي كلها. للأسف يا توفيق بيه أنا عرفت حكاية مناع متأخر قوي. هو فعلا له أب وأم وعيلة مقيمة هنا في سوهاج. أنت السبب يا أحمد، أنت اللي خليتني وافقت ورضيت أتجوز وبنتي. أنا لغاية دلوقتي ما أقدرش أدينه أو أقول لك عنه حاجة عفشة، لكن بصراحة أنا مش مطمن له، وبوعدك إن أنا خلال أيام هكشف سره وهتصل بيك وهقول لك عنه كل حاجة. من غير ما تقول لي أي حاجة، أنا هعمل اللي يمليها عليا ضميري، وكفاية إنه ضحك عليا السنين دي كلها. أرجوك يا أستاذ توفيق ما تتسرعش، وحاول تهدى علشان هو ما ياخدش حذره مني. مع السلامة. مع السلامة. نرهان! هما كانوا مكتبين خبر الطلاق، لولا إن عديلة عرفت من جوزها وصرخت والدنيا اتقلبت عند حسان وبقيت الحكاية زي اللي بانت. هي لحقت. دي ما عمرتش. أكيد في سبب واحد للطلاق. بيقول الله أعلم مشكلة في جوزها. بس دي مش صح. الحقيقة إنها تعاركوا مع بعض ومشان كده مشوا باشمهندس. أيوة 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 أيوة. كده يبقى جوزها عارف باللي عملته معاها. وأكيد مناع هيحملني ذنب خراب بيت أخته. كفاك حكاوي يا زينة. قلبت مخي. مالك انت بين؟ احنا قاعدين نفضفضوا مع بعضينا. روح انت شوف الخواجه اللي جايلك، ولا عايزه يطب علينا في البيت؟ انا بعت شوقي وفراج يجيبوه على هنا
عشان جميلة أمها والعيال في البيت التاني. خبر إيه يا همام؟ هتبيت وسطينا؟ لا هيبيت ولا هيهبب، ده جاي يجيب لي سلاح وماشي طوالي ومش عايز حد يدري بيه. برضه ما يخطيش برجله البيت. أنا أهوني تيجي حماتك المخبولة وهو لا. ولا أقول لك؟ فوت لأم جميلة تسليه. صح يا همام. رجع مرتك وحماتك أهون من دخول الخواجات بيتنا. أنا عارفها مش هترضى تاجي، دي عايزة تحط العقدة في المنشار وما تفوتش البيت عشان توقع بيني وبين الخواجات. يا وجع سودة، ولو خواجات طلبوا فلوسهم هنجيبهم من ايه؟ وانا اجيبهم ليه؟ مش هي اللي قدرتهم؟ وانا مالي، لو عايزة ترجع بيتها تجيب فلوس الخواجات، ولو ما جابتهمش انا بنفسي اللي ازعطها برا البيت وأسلم البيت للخواجات. اكسر الشر وقوم هاتهم من سكات. انا عارف دماغ مرتي ماشيه كيف، هي مستنيه الخواجات لما يجوا عشان تعاني تقعد في البيت وتولع الدنيا حريقه. تحب اخد رقايه ونروح نعجلوها؟ دي ما بتتبلش كلمه ولسانها زفر زي امها. معلش يا رقايه خليها عليك، روحي لها وقولي لها تلم خلقاتها على مستقبل الخواجه وروح بيه، وقولي لها لو رحت لقيتها لسه هناك عليها الطلاق بالثلاثة لكم مطلقها ورميها عورة الجبل وحرمها من عيالها العمر كله. بنت المخلولة دي ها اديني قول. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. قومي يا رجاية احسن الطلاق بيجي شوطة عند الرجال. اهو كلام بيقوله سعد غضب. طب ايه رأيك يا عمتي ان همام بيتكلم جد وانه ناوي يطلقها بعد ما عرف ان نسمة اتطلقت؟ عاوز يبقى فاضي زيها. يبقى لازم نوعي جميلة. أنا حروح لها وأرد لها عقلها في دماغها بنت المجنونة دي. وهي هتجيبه من برا؟ اكفي القدرة على فمها. بتقول إيه يا حماتي؟ همام يتجوز؟ بأمرت إيه يا أختي؟ بلولا إن أنا أصيلة كنت فضحته في النجع. قطعي لسانك يا بيتشحة يا بنت البيتشحة. أمال نفادي ده إيه؟ مش ولده؟ أمه! ما تعجل يا جميلة، ما تخربيش بيتك بإيدك. أما قاعدين تتودد عليه، الراجل مستني برا، الخواجة مستني برا، أقول له إيه؟ اطلعوا برا يلا. مش مهم لبيت أبويا يا همام، واللي أنت عاوزه أعمله. أصلهم قالوا لي إنك ممكن تطلقني، قلت خير وبركة، أنا ألف مين يتجوزني. وقالوا لي إنك ممكن تتجوز، قلت لا يمكن أبداً. وليه لا يمكن أبداً؟ لأن أنا اللي عارفة إنك ما تقدرش يا راجل. معناته إيه الكلام ده يا همام؟ انا اقول لك اما معناته ايه الكلام ده؟ معناته كده انت طالق يا جميل، طالق بالثلاثه. ريحتني من همك شوقي فرج. تعالوا هنا المره دي ما بقتش مرتك، تاخدوها وتاخدوا خلقاتها وتاخدوا امها المخلوله دي وترموهم برا البيت برا النجع كله. زينه أيوه. خدي الفادي واطلع البيت. ولدي ولدي تعالي هنا. تعالى يا ولد ربنا ينتقم منك يا همام، ربنا ينتقم منك. اخلصي ولدك طلعتني عشان يرضاني كسفته من قدامي، لكن اهو اقص ده لو قدرت تتجوز تاني. قليل الحياة صح تستاهل الترباي. غوري غوري شك غارة تاخدك وتاخد امك. جاكي زقطني. انا لا يمكن اعيش في بيت واحد مع ناس زي دي. يا توفيق اقعد استهدى بالله، يعني هنرجع بيتنا نعيش لوحدينا؟ ارحم ما نعيش مع ناس كدابين. يا بابا حرام عليك تعمل كده، انا والله ما عرفت الا لما زرت ابوه في المستشفى وقابلت امه واخته، ده حتى قال لي واحنا في الطريق. مش مصدقك. وفر الكلام ده لجوزك الكذاب، انا خلاص فقدت الثقه فيكم. يا شيخ حرام عليك، كفايه بقى، انت مصدقت وانفتحت. اسكتي. انا بتحسر على تربيه البتي، طول عمري معلمها الصدق والصراحه ودلوك بتكذب عليا وبتقنعني بكذبها. طبعا ما هي متجوزه واحد كذاب. وهتفرق معاك ايه تعرف الحقيقه في ساعتها؟ بصراحه انا بعذر مناع انه انكر عيلته ما دام ده رد فعلكم معاه. وينكر عيلته ليه الا اذا كان قليل الاصل؟ انا ما شفتش واحد في حياتي كلها بيحب عيلته وعيلته بتحبه زي مناع جوزي. لو كان فعلا قليل الاصل ما كانش صرف الملايين دي كلها على ابوه وتجاب له أحسن جراح في العالم، وما ندمش على الفلوس اللي صرفها عليه بعد موته، لكن كان حاسس بالرضا وإنه عمل اللي عليه للنهاية.
بالذمه ده واحد يتقال عليه قليل الاصل. سنين طويله وهو متجوز وعايش وسطينا وناكر ان ليه اهل، ده تسميه ايه؟ اهله تبروا منه عشان اتجوزني بدل ما يتجوز بنت عمه، يعني ضحى بعيلته عشاني. يبقى ده جزاته معاكم؟ مناعة اعتبرنا اهله وناسه بعد ما قالوا ما تبروا منه، يعني كانوا اهله موافقين اكيد ما كانش نكرهم. اه والله يا بابا، والدليل ان اول ما صالحوه ابوه بنفسه طلب يشوفني انا والعيال قبل ما يموت الله يرحمه، وكان فرحان بينا قوي. يعني مناعة كان معذور يا توفيق. والظابط ده اللي حطه في دماغه واكيد هيجيب قراره، وياه يا دوج اللي ياخدنا في الرجلين. حرام عليك يا بابا، حرام عليك. اشحال ما كنتش عارف انا قد ايه بتعب مع جوزي عشان نحافظ على املاكنا. حرام عليك، ده انا من يوم ما اتجوزته وانا كل حساباته تحت ايدي، ومفيش قرش زاد الا بعلمي وعارفه جه ازاي. حرام عليك لو انت بتقول كده على جوزي، امال اعدائه يقولوا عنه ايه؟ تاجر مخدرات؟